بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح تجربة بوست أوفيس بوكس صندوق البريد. الهدف من تجربة صندوق البريد هو تعيين الريزيستيفيتي أو المقاومة النوعية للسلك. طبعا المقاومة النوعية هي مقاومة سلك طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع، وتعين من العلاقة رو تساوي R في A على L. يبقى لو أنا معايا سلك عارف طوله وعارف مساحة مقطعه وقدرت أقيس المقاومة الأمية بتاعته، وبالتالي أقدر أعين المقاومة النوعية ليه. الأدوات اللي أنا هستخدمها هي البوست أوفيس بوكس أو صندوق البريد وجلفانومتر باور سبلاي وأنون ريزيستانس أو مقاومة مجهولة. طبعا في البداية لازم نتعرف على البوست أوفيس بوكس أو صندوق البريد. صندوق البريد عبارة عن مجموعة مفاتيح على شكل حرف S. ادي حرف الاس اهو، انا ماشي عليه كده بالماوس. مجموعة مفاتيح على شكل حرف S تمثل مقاومات، يعني كل مفتاح من دول عبارة عن مقاومة، وجميع المقاومات قيمتها معلومة، محفور جنب كل مفتاح القيمة بتاعته. مثلا هنا 10 20، هنا 500، هنا 200، وفي مفتاح هنا لوحده كده اسمه انفينيتي، ما لا نهاية، مقاومة بما لا نهاية. طيب يبقى أول حاجة عرفناها عن الصندوق إن هو عبارة عن مجموعة مفاتيح على شكل حرف S وجميع المقاومات اللي فيه قيمتها معلومة. تاني حاجة عايز أعرفها عن الصندوق، عايز أعرف عدد البورتس اللي في الصندوق، وكلمة بورت معناها مدخل أوصل منه سلك. فلو أنا عديت عدد البورتس كده 1 2 3 4 5 6 7، يبقى الصندوق فيه 7 بورتس. السبع بورتس دول عشان أوصل منهم عددهم كبير، هتعمل لي شبكة أسلاك داخلة ببعضها، مش هفهم مين رايح فين. طيب أنا هنا مطلوب مني أدور على طريقة تقلل لي عدد البورتس اللي في الصندوق. أول خطوة هعملها، أنا ابتديت أعد من هنا 1 2 3 4، فأول خطوة هجيب سلك واربط البورت الأولاني بالرابع. معنى كده إن أنا قفلت البورت الاولاني بالرابع، يعني قفلت حرف الاس من الحته دي، لان لو انا لاحظت كده حرف الاس من هنا مقطوع، فانا هقفل النقطتين دول ببعض عشان اكمل حرف الاس. يبقى انا اول خطوه عملتها ربطت البورت الاولاني بالرابع، معنى كده ان البورت الاولاني اصبح هو نفسه البورت رقم 4. كده السبع بورتس بقوا 6، برضو ما زال العدد كبير. عشان اختصر اكتر، لو انا لاحظت البورت رقم 2 هلاحظ ان في تحته خط محفور في قلب الصندوق. لو انا مشيت ورا الخط ده هلاحظ ان هو نزل ودخل ناحية اليمين في اتجاه البورت رقم 7، معناها ان البورت رقم 2 متوصل بالبورت رقم 7 من جوه الصندوق، بس انت يشتغلوا اكنهم بورت واحد في حالة قفل المفتاح ده. يبقى لو انا ضغطت المفتاح ده يشتغل البورت رقم 2 هو نفسه البورت رقم 7. كده بقيت 5 بورت. طيب عشان اختصر اكتر برضو، لو انا ركزت في البورت رقم 1 اللي انا ربطته بالبورت رقم 4، تحت البورت رقم 1 هلاحظ ان في خط محفور بعرض الصندوق كده، نهاية الخط ده عند البورت رقم 6، معناها ان البورت الاولاني اللي انا ربطته بالبورت رقم 4 متوصل من جوه الصندوق بالبورت رقم 6، بس امتى يشتغلوا اكنهم بورت واحد في حالة قفل المفتاح ده. يبقى لو انا ضغطت المفتاح ده يشتغل البورت الاولاني هو نفسه البورت رقم 6. كده انا اختصرت الصندوق في 4 بورتس، ومش هقدر اختصر اكتر من كده. بس عشان افرق البورتس دي عن بعضها هديهم رموز مختلفة. زي ما انا شايف كده، انا طبعا هنا الخط الاصفر ده معناه ان انا وصلت البورت الاولاني بالبورت رقم 4 واديتهم رموز. فاول بورت ده هسميه A، اللي بعده B، اللي بعده C، اللي تحت A على طول طالما انا ربطته B فهيبقى برضو A، اللي تحتهم D. المفتاحين ده A وده B، ده A لانه متصل بالبورت رقم 1 وده B لانه متصل بالبورت رقم 2. يبقى انا دلوقتي اختصرت الصندوق في 4 بورتس A B C D، ولكن الـ A اتكرر 3 مرات في البورت الاولاني والرابع والسادس، والـ B اتكرر مرتين في البورت الثاني والسابع. طيب
زي ما انا اختصرت عدد البورتس اللي في الصندوق، مطلوب مني ادور على طريقه تختصر لي عدد المقاومات او عدد المفاتيح لان عددهم كبير. طب هعمل ايه؟ المنطقه من A الى B في 3 مقاومات او 3 مفاتيح، هختصرهم في مقاومه واحده اسميها R1. المنطقه من B الى C برضو في 3 مقاومات او 3 مفاتيح، هختصرهم في مقاومه واحده اسميها R2. طيب شايفين بقى حرف اليو ده اهو اللي هو من A الى D، ده حرف يو اهو، كل ده هختصره في مقاومه تسمى R3. يبقى تاني، من A الى B في مقاومه تسمى R1، ومن B الى C في مقاومة تسمى R2، ومن A الى D في مقاومة تسمى R3. انا اختصرت الصندوق كله في 3 مقاومات، وخلي بالك ان الثلاث مقاومات قيمتهم معلومة. طيب لو انا بقى اديتك مقاومة رابعة قيمتها مجهولة، وقلت لك عين قيمة المقاومة الرابعة المجهولة من خلال توصيلها على الصندوق، هنا اطبق قنطرة ويتستون. ويتستون بريدج او قنطرة ويتستون عبارة عن 4 اذرع من المقاومات على شكل معين، نقطتين واصلين بالبطارية ونقطتين واصلين بالجلفانومتر. قنطرة ويتستون بتعطي شرط الاتزان اللي هو R1 على R2 يساوي R3 على R4. القانون اللي قدامي يسمى شرط الاتزان، ودايما في شرط الاتزان بيكون فيه 3 مقاومات معلومين والرابعة بتكون مجهولة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هديك الصندوق اللي هيمثل الثلاث مقاومات المعلومين R1 وR2 وR3، واديك سلك واقول لك طوله ومساحة مقطعه. كل اللي عليك تعمله تعين المقاومة الأمية بتاعته اللي هي هتمثل R4، وبالتالي تقدر تعين المقاومة النوعية ليه. طيب هنا المقاومة المجهولة اللي هي R4 تكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة اسلاك من النحاس. يعني مثلا ده سلك، ده سلك، ده سلك، ده سلك. كل ملف من دول ليه طول مختلف عن التاني. يعني مثلا ده 8 متر، ده 10 متر، ده 12 متر. طيب لو اختلف الطول، لو ال L اختلف، فإن المقاومة الأمية تختلف، لكن المقاومة النوعية ثابتة لأنها تتوقف على نوع المادة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الملف الأولاني هيكون ليه R، والتاني ليه R، والتالت ليه R، والرابع ليه R، لكن في النهاية كلهم ليهم نفس الرو لأن كلهم من نفس المادة. يبقى دي بالنسبة لي هتمثل المقاومة R4. طيب الخطوات بتاعتي عشان أعين المقاومة النوعية لمجموعة الأسلاك اللي فاتت، أول خطوة أني هوصل الدايرة زي الشكل ده. زي ما احنا شايفين هنا ده حرف الاس اهو اللي هو هيمثل الصندوق أو هيمثل الثلاث مقاومات المعلومين R1 وR2 وR3، وأنا هنا مديله الرموز A B C، واللي تحت A على طول اتصل بيه يبقى A، واللي تحتهم D، والمفتاحين A و B عشان احقق شرط الاتزان ما بين R1 وR2 وR3 وR4 اللي هي المقاومة الخارجية او مجموعة الملفات المجهولة. لازم ادخل في الدايرة بطارية او باور سبلاي، وادخل جلفانومتر. طيب ازاي هوصل؟ طريقة سهلة جدا في التوصيل. انا هسأل نفسي سؤال، هي ايه الحروف اللي ما اتكررتش؟ لو انا بصيت على الرسمة دي هلاحظ ان الحروف اللي ما اتكررتش هم السي والدي، او بداية ونهاية حرف الاس، البداية والنهاية. من هنا هيكون التوصيل. يبقى انا هوصل منين؟ هوصل من بداية ونهاية حرف الاس او الحروف اللي ما اتكررتش. طيب زي ما احنا شايفين كل نقطة منهم يطلع منها سلكين، يبقى انا هاجي على البداية واطلع سلكين، واجي على النهاية واطلع سلكين. بالنسبة للبداية او حرف السي، السلكين بتوعه احد الاطراف او احد الاسلاك يروح ل احد اطراف البطارية، والسلك الثاني يروح لاحد اطراف المقاومة الخارجية R4. بالنسبة لدي الطرفين بتوعه، واحد يروح للطرف الثاني للمقاومة R4، والثاني يروح لاحد اطراف الجلفانو. هلاحظ ان في طرفين اتنين لسه ما توصلوش، اللي هو الطرف الثاني للبطارية والطرف الثاني للجلفانو. المفتاح A هيتوصل على الطرف الثاني للبطارية، والمفتاح B هيتوصل على الطرف الثاني للجلفانو. بنكرر الكلام تاني،
ادي قدامنا الصندوق حرف الاس اللي هيمثل الثلاث مقاومات ار واحد وار اتنين وار تلاتة، وادي ار اربعة اللي قيمتها مجهولة. منساش ان اول خطوة عملتها انا وصلت سلك وقفلت البورت الاولاني بالرابع، وقلنا التوصيل هيكون من خلال النقطتين سي ودي، برضو قلنا ان كل نقطة منهم هيطلع منها سلكين، فادي بالنسبة للنقطة سي ادي السلكين بتوعه، واحد راح للبطارية والتاني يروح للمقاومة الخارجية ار اربعة. بالنسبة للنقطة دي الطرفين بتوعها واحد يروح للمقاومة الخارجية ار اربعة والتاني يروح للجلفانو، مش هيبقى لي غير المفتاحين. بالنسبة للمفتاح A هيتوصل بالبطارية والمفتاح B هيتوصل بالجلفانو. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده لازم اعمل تست على التجربة، ودايما التست بتاعي لما اكون شغال تجربة فيها جلفانو اتأكد ان الجلفانو بيشتغل معايا كميزان، صفر التدريج في المنتصف وعلى يمينه تدريج وعلى شماله تدريج، فاعتبر ان هما كفتين، فانا هدفي اتأكد ان الكفتين شغالين معايا. طيب اولا لازم اجي على المقاومة R1 وثبت القيمة بتاعتها عند قيمة معينة، فأنا هنا هشيل منها المفتاح 1000 أوم وتبقى R1 بتساوي 1000 أوم وثابتة معايا طول التجربة ماليش دعوة بيها تاني، واجي على المقاومة R2 واشيل منها المفتاح 100 أوم وبرضو تفضل ثابتة معايا طول التجربة، يبقى أنا ثبتت R1 عند 1000 وثبتت R2 عند 100. عشان أعمل التست بتاعي على التجربة هاجي على المفتاحين اللي هنا واضغط عليهم بإيدي، لما أضغط عليهم معناها إن أنا قفلت الدايرة، فالمؤشر بتاع الجلفانو ينحرف زي ما احنا شايفين قدامنا، المؤشر انحرف. طب راح فين؟ راح ناحية الشمال، معناها ان الكفة الشمال اشتغلت. طب عايز اتأكد ان الكفة اليمين هي كمان شغالة، لو انا جيت على المفتاح اللي هنا ده اللي اسمه انفينيتي وشلته، الطبيعي لو ما عنديش اي مشكلة في الدايرة الاحظ ان المؤشر بتاعي راح ناحية اليمين، معناها ان الكفة اليمين للجلفانو اشتغلت. طيب يبقى ده تيست انا بعمله على التجربة، بتأكد ان الجلفانو شغال معايا في الجهتين، التدريج اليمين والتدريج الشمال. دلوقتي انا مثبت قيمة R1 عند 1000 ومثبت قيمة R2 عند 100، عايز اعرف قيمة R3 بكام عشان اعوض في شرط الاتزان وعين قيمة R4 اللي هي المقاومة الامية للسلك الاولاني ده. طبعا انا قفلت الدايرة، المؤشر انحرف معايا، هبتدي اشيل مقاومات من ار 3 لحد ما انجح في توصيل المؤشر للصفر، يبقى ده وضع الاتزان. هنا ار 3 هي مجموع المفاتيح اللي انا هشيلها، يبقى انا ثبتت ار 1 ب 1000 وثبتت ار 2 ب 100، وار 3 مجموع المفاتيح اللي انا شلتها لحد ما وصلت لوضع الاتزان، اعوض في شرط الاتزان R1 على R2 تساوي R3 على R4، وعين قيمة R4 اللي هي هتمثل المقاومة الأمية للملف الأولاني. أنقل الطرفين دول على الملف الثاني وأعمل نفس الكلام بإني أوصل لوضع الاتزان وعين قيمة R3، وبالتالي أعوض في شرط الاتزان وأعرف المقاومة الأمية للملف الثاني، وهكذا لحد ما أوصل للملف الأخير. هعمل جدول مكون من ثلاث خانات ما بين ال كابيتال بالمتر وار 3 بالاوم وار 4 بالاوم. ال كابيتال بالمتر اللي هو اطوال الملفات اللي قدامي دي، واطوال الملفات اللي قدامي دي مكتوبه قدامي على البورده زي ما انا شايف 6 متر 8 متر 10 متر 12 متر، يبقى الاربع اطوال مكتوبين قدامي هكتبهم هنا في الجدول. في كل طول من دول او في كل مقاومه من دول بعين ار 3 وبالتالي هيكون في قيمه لار 4. بعد كده ارسم علاقة بيانية ما بين R4 بالأوم على محور Y و L كابيتال بالمتر على محور X، طبقا للعلاقة رو تساوي R في A على L. علاقة المقاومة بالطول هي علاقة طردية، كل ما زاد الطول كل ما مقاومة السلك زادت، فأنا هنا هحصل على خط مستقيم بيمر بنقطة الأصل. طيب أنا رسمت علاقة ما بين ال R وال L، يبقى الميل بتاع الخط المستقيم يساوي رو على A. انا هدفي اعين الرو، يبقى لو انا جبت الميل وضربته في مساحة مقطع السلك اقدر احصل على قيمة المقاومة النوعية للسلك. طيب مساحة مقطع السلك تساوي باي ار تربيع، وار اللي هو نص قطر السلك يساوي 12 من 1000 سنتي. طبعا انا اشتغلت الطول بتاع السلك بالمتر
ونص القطر انا مديهولك بالسنتي، يبقى اضرب نص القطر ده في 10 اس سالب 2 وبعد كده ربعه وبعد كده اضربه في الباي يديني المساحه، اضرب المساحه في الميل يديني الرو او المقاومه النوعيه للسلك.